السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل بيسمعني. أنشطة الإنتاج: نص التسامح، نص التسامح في الإسلام، رحاب اللغة العربية، ثانية إعدادي، صفحة 19. يجب استغلال اختلاف الشعوب من أجل التعارف والتعاون وتبادل المعارف وتبادل المصالح، عفوا المصالح. فالتعارف أساس التعاون، وهذا التعاون قائم على الاحترام المتبادل، كما أن الحوار يقوم على احترام الرأي الآخر. نقرأ التلخيص مرة أخرى: يجب استغلال اختلاف الشعوب من أجل التعارف والتعاون وتبادل المصالح، فالتعارف أساس التعاون، وهذا التعاون قائم على الاحترام المتبادل، كما أن الحوار يقوم على احترام الرأي الآخر. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.